السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، إلى برنامجكم الأسبوعي 100% رياضة الذي يأتيكم سهرة كل أربعاء مع تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الجزائر. إذن بدون إطالة، لدينا مواضيع كثيرة وهامة جرت بحر الأسبوع المنصرم. يتعلق الأمر بتعيين وزير جديد لوزارة الشباب والرياضة، يتعلق الأمر برئيس الاتحاد السابق للمبارزة عبد الرؤوف برناوي، كذلك سنتحدث عن المصارعة وما فعله المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية التي جرت مؤخرا بتونس، كذلك سيكون هناك حوصلة عن كافة الرياضات التي حققت نتائج في الأونة الأخيرة. بدون إطالة أستضيف معي أمين بن عبد الرحمن مدير التطوير بالاتحاد الجزائري للسباحة. أهلا بك أمين. السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. كذلك مصارع المنتخب الوطني لوزن 87 كيلوغرام السيد أو بشير السيد عزارة، أهلا بك في البرنامج. أهلا بك خويا، ميرسي بور لانفيتاسيون. إذا أمين بالمهني كذلك حاضر معنا اليوم للتحليل والنقاش وإعطاء إضافة للبرنامج كالعادة، أهلا بك أمين. مرحبا بك نزيم، ألف مبروك لبطل إفريقيا اللي هو سيد بشير عزارة، ومرحبا بك أمين معنا كالعادة. يعني أمين بدون إطالة نبدأ مع الفقرة الأولى وخصصناها للحدث، لكن بعد هذا الفصل الصغير. مشاهدينا الكرام، عودة متجددة إلى استوديو 100% رياضة. إذن الحدث كان هذا الأسبوع بتعيين عبد الرؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة، وذلك خلفا للوزير السابق محمد حطاب الذي لم يعمر طويلا في الوزارة. إذن أمين كنت حاضر مراسيم تسليم المهام بمبنى الفاتح من ماي، كيف كانت الأجواء وكيف ترى هذا التعيين؟ لم يعمر طويلا، سنة إلا أربعة أيام كما قال وزير الشباب والرياضة في عهدة ربما لم تكن استثناء على باقي العهدات السابقة والوزراء السابقين فيها وعليها، يعني الكثير من المشاكل والأمور الإيجابية، ولكن في نهاية الأمر هذه سنة الحياة، لكل بداية نهاية. الأمر تم بطريقة سلسة، بطريقة ديمقراطية حضارية، تم تسليم المشعل من محمد حطاب للوزير الشاب لأول مرة في تاريخ الجزائر نزيم. أخيرا نلحظ ونشاهد وزير الشباب والرياضة له علاقة بالرياضة، بما أنه شارك في الأولمبياد لمناسبتين متتاليتين، وهو أيضا ابن الرياضة مادام أنه كان مبارز في صفوف مولودية الجزائر سابقا والمنتخب الوطني للمبارزة. ألف مبروك لهذا الرئيس الاتحاد الجزائري لوزير الشباب والرياضة والرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للمبارزة، الذي ربما كان من بين الرؤساء القلائل الذين احتفظوا به المنصب لعهدتين متتاليتين. شكرا لك أمين بالمهني. أمين بن عبد الرحمن، إذن كما تابعنا وزير جديد على رأس القطاع، يتعلق الأمر بعبد الرؤوف برناوي. عبد الرؤوف برناوي الذي هو يعني كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الجزائري للمبارزة، يعني من المحيط الرياضي تم اختيار وجه جديد وشاب كذلك. هو بطبيعة الحال كما كان تفضل الأخ أمين، أنا نظن باللي السيد رؤوف برناوي هو رياضي سابق كان على مستوى مولودية الجزائر، وكذلك مارس كان في رياضة النخبة، وين كان رياضي لعدة سنوات في المنتخب الوطني، عنده كما يقولوا مشوار رياضي لاباس به، يتكلم عليه معروف. أنا نظن وين كانت عندي فرصة وتعرفت عليه كي وهو رئيس اتحادية تاع المبارزة، وين جاب صراحة مشروع جد رائع، دار به قفزة نوعية من كما نقولوا المبارزة اللي كانت في الأماتور، واليوم رانا نشوفوها راهي في المستوى العالي. نظن باللي شخص مناسب هو شاب، ربي يوفقه وربي يعاونه. هذا واش نقول. نعم، بالتوفيق لوزير الشباب والرياضة الجديد عبد الرؤوف برناوي الذي كان رياضيا في الأمس القريب ورئيسا للاتحاد الجزائري للمبارزة، يعني مسار رياضي حافل للوزير الجديد عبد الرؤوف برناوي. نتابع السيرة الذاتية للوزير الجديد في هذا التقرير.
من هذه القاعات كانت الانطلاقة، وبلوغ أعلى منصب في قطاع الرياضة كان بمثابة الحلم الذي يصعب تحقيقه. بطل المبارزة ورئيس اتحاديتها عبد الرؤوف برناوي يستلم الحقيبة الوزارية خلفا لمحمد حطاب. برناوي الذي صنع لنفسه اسما من تسيير اتحادية رياضية لم تكن تملك الكثير من المنخرطين حتى، غير أن استراتيجيته الوجيهة واهتمامه الكبير بتطوير مستوى المبارزين جعل منها محطة لتنظيم أرقى المنافسات العالمية التي أفرزت عن أبطال سيكونون في المستقبل القريب حاملي المشعل الأولمبي كما هو مرسوم في الأهداف. ابن الرياضة الفردية أمامه اليوم مهمة قد تكون في نظر الكثيرين صعبة، إلا أن العارفين بالرجل يرونها عكس ذلك، خاصة وأنه سيعمل على فتح مبنى أول ماي أمام جميع الرياضيين وتغيير فكرة وزارة كرة القدم. وزير الشباب والرياضة الجديد، ورغم أن مأموريته الأولى في القطاع تنحصر على تصريف الأعمال في فترة يدعوها البعض بقصيرة المدى، إلا أن ترحيبه بأخذ زمام الأمور أعطى بعض المؤشرات على نية الرجل في إجراء إصلاحات عميقة قد تنقذ مستقبل الرياضة الجزائرية الذي أضحى على المحك. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا بورتري حول وزير الرياضة الشباب والرياضة الجديد عبد الرؤوف برناوي. نبقى معك أمين بالمهني. إذن وزير الشباب والرياضة في مرحلة حساسة جدا على رأس القطاع، ربما ستكون قصيرة المدى بحكم يعني التشكيل الحكومي الجديد للحكومة الحالية. كيف ترى برنامج أو طريقة عمل عبد الرؤوف برناوي على الأقل في الأيام المقبلة القادمة؟ والله من الصعب، ممكن حتى نكذب عليك نقول لك أنه سيوفق أم أنه سيكون مساره نفس أو على خطى سابقة. مادام أنه قلتها نزيم الآن هي فترة انتقالية، معناتها على الأكثر إذا كان طول يقعد بالك 3 وحتى 4 أشهر مادام أنها فترة انتقالية. ولكن بحسب معرفتنا الشخصيه لعبد الرؤوف برناوي اللي كان تردد على القناه وعلى البلاطوات تاع جزائر تي في وجزانيوز لي ربما اكثر من 10 مرات او 11 مره صادفناه، نظن انه في كل مره كان بنبره المتفائل للمستقبل، بدليل انه الاتحاديه الجزائريه للمبارزه كما قال امير بن عبد الرحمن عرفت قفزه نوعيه من الاماتير ومن الفريق يعني المنتخب هاوي الى او الرياضيين هاويين الى رياضية النخبة، آخرها ما شفنا ما فعل في يعني نتيجة تاريخية في إيطاليا في مدينة بيسكارا الإيطالية عندما أقصى المنتخب الإيطالي في النهائي. ومن هو المنتخب الإيطالي؟ هو يعني صاحب الباع الطويل في المبارزة. نظن أنه في مهمة جد صعبة مادام أنه المشاكل باتت ولا زالت تنخر جسد الرياضة الجزائرية على المستوى المادي وحتى على مستوى التسيير. يكفي أن نقول بأنه فعلا هو أمام ورشة كبيرة، لأنه ليس كل من يعمل في قطاع الرياضة بالضرورة أنه عنده علاقة مع الرياضة. نعم أمين بالمهني. إذن مع المخرج بلال كاريش نستمع إلى تصريحات وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف برناوي وكذلك الوزير السابق محمد حطاب، ثم نعود. نتمنوا باسمكم جميعا التوفيق والنجاح. هو ابن القطاع، إن شاء الله لن تدخروا أي جهد من أجل مرافقته في إنجاح هذه المهمة الشاقة والشيقة كما قلت نهار تنصيبنا، والمضي قدما بما تم إنجازه ولو بكل بساطة وفي هذه العجالة وفي هذه المدة القصيرة. نتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. شاكرا مرة أخرى للسيد رئيس الجمهورية على هذه الثقة الذي وضعها في شخصنا. كانت أيضا أيام مليئة بالمكاسب، مليئة بالتحديات. إن شاء الله نتمنى الخير للقطاع والخير لبلادنا. إحنا بالنسبة لنا هذا هو تكليف أكثر من هو تشريف. على كل حال نشكر كثيرا يعني السيد رئيس الجمهورية وخاصة يعني دولة الوزير الأول على الثقة اللي وضعوها يعني في شخص المتواضع. وإن شاء الله إحنا نتمنى أنه الخبرة تاعنا المتواضعة هذه خاصة في الميدان وعلى هذا الدم الحيوي نقول الدم الشبابي أنه يكون تكون الإضافة في القطاع.
إذن كما استمعنا إلى هذه التصريحات للوزير السابق محمد حطاب وكذلك وزير الحالي عبد الرؤوف برناوي، أعود لك أمين بن عبد الرحمن. ربما مشوار الذي قدمه محمد حطاب خلال العام الأخير يحسب له بعض النقاط الإيجابية. على عبد الرؤوف برناوي الآن المواصلة في نفس النسق وكذلك إعطاء بصمة خاصة له في المرحلة المقبلة إن واصل على رأس القطاع. والله غير بطبيعة الحال كما كنت نقول، هو في الفترة اللي قضاها السيد الوزير السابق محمد حطاب وين كان قدم تسهيلات لجميع الاتحاديات، ونظن احنا الاتحادية تاع السباحة وين كان واقف معنا خاصة في البطولة الإفريقية اللي نظمناها شهر سبتمبر في السنة الماضية. اليوم ما نقولوش بلي القطاع راه مليح 100%، ولكن فيه اصلاحات. نتمنى انا السيد رؤوف برناوي انه في هذه الفتره الانتقاليه ولما لا الا كانت فتره واحده اخرى انه يوفق، وكما قال هو ديجا وصرح بها قال بلي هذه مسؤوليه اي تكليف ما يش تشريف. نظن بلي هو انسان يعرف الخصوصيه تاع الرياضه ويعرف كل الكواليس، يعرف كل ما يتعلق بالرياضه، اللي كما كنت نقول ديجا كان رياضي سابق في الانديه وكذلك في النخبه الوطنيه وتراس اتحاديه. إن شاء الله ربي يوفقه، هذه اللي نقدر نقولها. شكرا أمين. نستمع إلى التصريح الثاني للوزير الجديد عبد الرؤوف برناوي ولا نعود. مهم جدا أن تكون استمرارية في العمل، بما أنه فيه عمل اللي كان يعني أنجز واللي عمل نقدر نقوله مقبول جدا. أنا قبل ما نجي للوزارة كنت على رأس يعني على رأس اتحادية، وعارف بلي أنا جد وراضي بالعمل اللي كان ينجز في الميدان. الأشياء الإيجابية أنا نظن مهم جدا أن تتم ونحافظوا عليها، والأشياء اللي لازم نعالجوها راح تتغير، ولا هي الظرف هو اللي راح يطلب يعني التغيير. لكن عامة احنا نقولوا يعني فيه يعني الاستمرارية مهمة جدا وفيه كفاءات كبيرة في القطاع هذا. إذن أمين بن مهني استمعنا إلى هذا التصريح. ربما الشيء المبشر بالخير أنه شاب على رأس القطاع لديه خبرة، ربما لقى العديد من الانتقادات كذلك حول بعض الأشخاص قالوا أنه لم يملك خبرة، لازال شابا، هناك وجوه كثيرة تستاهل هذا المنصب. أنت كيفاش تشوف يعني القرار هذا بتعيين عبد الرؤوف برناوي؟ وهل الناس اللي مروا على القطاع الرياضي اللي عندهم خبرة هل أفادونا في شيء؟ هذا هو السؤال المطروح. نعم هو سؤال وجيه. أمين بالمهني، كما تابعنا في البورتري آنفا عبد الرؤوف برناوي كان في الألعاب الأولمبية، ترأس الاتحاد الجزائري للعبة المبارزة، يعني حتى الاتحادية في الفترة الأخيرة تمشي بنسق متصاعد. هل ترى بأن هذا سينعكس على مشواره كوزير؟ والله شوف زميل نازيم، حتى نعود للوزير اللي كان أسبق اللي كانوا يعني كانوا مشاكل كامل، عرفنا المشاكل اللي كانت فيها الرياضة الجزائرية ابتداء بنهاية ألعاب ريو 2016 ودخول في معمعة حقيقية ومعارك حقيقية بين الوزارة وما بين اللجنة الأولمبية. بعدين تم إقحام كل الاتحادات الرياضية، تقريبا 38 رياضية اتحادية رياضية من أصل 42 اتحادية رياضية في المشاكل. النقطة الوحيدة اللي تحتسب لمحمد حطاب أنه أرجع الهدوء لكل الاتحادات والعلاقة ما بين رؤساء الاتحادات وبين اللجنة الأولمبية، منعكس نقول نسبيا إيجابا على تحضيرات كل الاتحادات، ولكن دائما وأبدا نقول أنه لازم يكون التسيير من اختصاص الناس اللي تستهل المنصب. ونقول ونزيد نعاود، ليس كل من يعمل في قطاع شباب والرياضة سواء مسير أو في أي اتحادية معناتها انه عنده علاقه بالرياضه. لذلك انا نقول الكلمه الاخيره حتى ما نقعدوش يعني ننظروا في نفس الحلقه المفرغه، انه عبد الرؤوف برناوي امام ورشه حقيقيه باتم معنى الكلمه. اذا حب ينجح وكان له اتصال شخصي يجب اعاده النظر كثيرا في المحيط اللي يحيط به وهو المسيح. كذلك امين، وربما هذه النقاط التي ستتطرق اليها من خلال الحوار الخاص الذي ستجريه مع الوزير الجديد عبد الرؤوف برناوي، وسيكون هذا الحوار حصريا لقناتي دزاير نيوز ودزاير تي في. اذا ننتقل الان الى الفقره المواليه اقول، ويتعلق الامر على حول المنتخب الجزائري للمصارعة. فاصل ثم نعود.
إذا مشاهدينا الكرام سنتحدث عن المصارعة والمنتخب الوطني لفئة الأواسط الذي حقق المركز الأول واللقب الإفريقي في مشاركته الأخيرة بالبطولة الإفريقية التي جرت وقائعها بتونس وبتحديد بمدينة الحمامات. 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزية. إذا في ختام هذا المحفل الإفريقي إذا نغتنم الفرصة بتواجد المصارع المنتخب الوطني للصين في الأكابر اللي كان في تونس وحقق ميدالية برونزية في الصين في الأكابر لوزن 87 كيلوغرام. إذا أهلا بك بشير، كيف كانت هذه البطولة الإفريقية وكيف كان مستوى المنتخب الجزائري في كل الفئات؟ ميدالية فضية. ميدالية فضية. نعم، عفوا. نعم. كانت المنافسة يعني صعبة، كانت المصارعين قوية وواحد كبار وفق الله، وأنا كشخصي ديت ميدالية فضية وإن شاء الله القادم أحسن. كاين لعب إفريقية لي. علاش ميدالية فضية سيد حمد؟ ميدالية فضية مكتوب. كنت تطمح للذهاب أنت قبل الذهاب إلى تونس؟ بيان سور. المنافسة كانت قوية. بيان سور كانت قوية يعني. أنا صرالي يعني في السيتياسيون تاعي كانت سيستم قانون يعني، كي تكون كنا 6 مصارعين تلعب. أنا لعبت مع مصارع المصري في الكار فينال، ربحته فزت عليه. وفي القانون تاعنا تاع لي كومبيتيسيون ممكن توطح مع فينال، في الفينال زاد هو اللي ربحني نعم. على كل حال المنتخب الوطني لفئة الأكابر تحصل على المركز الثاني بعد المنتخب المصري. أكيد بشير عندكم يعني تحديات مقبلة كثيرة على مستوى المنتخب الوطني، يتعلق الأمر بالألعاب الإفريقية التي ستنظمها المغرب شهر أوت الداخل. كيف هي التحضيرات يعني مباشرة بعد بطولة إفريقية؟ هل بدأ التفكير في هذه الألعاب منذ الآن؟ إن شاء الله احنا نفكروا فيها من اللي بدأ العام. دوك احنا لنا في فترة راحة بروبو أكتيف، الأسبوع القادم ممكن الأسبوع اللي بعده نعود نبشروا في التحضيرات تاعنا لعب إفريقية، وح يكونوا فيها دي تورنوا انترناسيونال، رح يكونوا فيها تربوسات في الخارج من هذا وقع تحضيرا للألعاب الإفريقية في المغرب. وهو كذلك أيضا أمين بالمهني مركز أول للأواسط، مركز ثاني للأكابر في هذه البطولة الإفريقية بتونس. يعني تقييمك لهذا المردود للمصارعة الجزائرية خاصة في ظل يعني سيطرة المصريين على مختلف المنافسات الإفريقية بحكم المستوى العالي الذي يقدمه في الآونة الأخيرة خاصة المصارعون المصريون؟ لا بصراحة نزيم، احنا نقولها بكل صراحة، لا خوف على الاتحادية الجزائرية للمصارعة ولا خوف على الرياضة في حد ذاتها ولا حتى الرياضيين، مادام انه قلنا بانه ما بين الاتحادات القلائل التي حظيت بنعمة الاستقرار هي المبارزة وايضا المصارعة مع الرئيس الحالي شباح رابح، لي ربما موفر أيضا كل الظروف الملائمة المادية ولا حتى البشرية مع طاقم فني ووطني يعني يحسب له بها الكفاءة. فبالتالي نظن أنه هي مجرد عثرة بالنسبة لي بطل إفريقيا، وحتى يعني يا ما شرفنا في المحافل العالمية بشير. نظن أنه هذه الرياضية لازم لما يسقط يعاود ينوض، نظن أنه راح تكون عدة جولات قادمة إن شاء الله في صالح النخبة الوطنية إذا ما استمروا على استمرارية النسق في التحضيرات. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أيضا ضرورة الاحتكاك، لأنه ما ننساش أنه لما تلعب بطولة إفريقية ولا مع مصارع إفريقي غيرها لما تلعب مع منافسة عالمية أو حتى منافسة أو بطولة عالمية. الرياضي الأوروبي عنده ثقافته وعنده نظام تاعو تدريب، الرياضي الجزائري عنده أيضا نظام تاعو تدريب، ولكن بالمقارنة نشوفه هناك يعني فرق كبير. وبالتالي نظن أنه طيب الوزير أيضا يأخذ النقطة هذه بعين الاعتبار أنه لازم رياضة النخبة لازم يكون حقها في تحضيراته. على كل حال بالتوفيق كذلك للمنتخب الوطني كذلك في البطولة العالم المنتظرة بكازاخستان شهر سبتمبر القادم. هذه البطولة ستكون مؤهلة كذلك إلى ألعاب طوكيو 2020. هل بشير عندك هدف
لبلوغ الأولمبياد وربما الذهاب بعيدا. إن شاء الله إن شاء الله هنا في كازاخستان تكون عندنا ميدالية جزائرية في المصارعة وممتو مؤهلة لعب أولمبية ونتكاليفيو. كذلك المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لديه كذلك نفس البطولة بطولة العالم التي ستجري شهر أكتوبر يعني. بودابست في المجر تكون بطولة عالم يعني تكون حيكون بطولة تكون تمك بطولة عالم وتكون صعبة ويكون مستوى عالي. نعم نعم. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام الجزء الأول من برنامج 100% رياضة. في الجزء الثاني سنتكلم عن السباحة وكذلك مختلف الرياضات في مختلف أنحاء الوطن. إذن فاصل إشهاري ثم نعود. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد إلى برنامجكم 100% رياضة وفي جزئه الثاني بداية ستكون الحديث عن السباحة كما ذكرت في الجزء الأول. قبل ذلك جولة رياضية مع أمين بن مهني في مختلف النشاطات التي تشهدها الجزائر في الأونة الأخيرة مختلف البطولات. كذلك ستتكلم ربما عن الجيدو عن الريغبي وعن السباحة كذلك. إذن فاصل قصير كذلك ثم نعود إلى أمين بن مهني. إذن مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. أمين بالمهني ماذا بجعبتك؟ الحدث الأبرز هو انعقاد مؤتمر صحفي واتفاقية توأمة بين الاتحادية الجزائرية للركبي ونظيرتها الفرنسية. الجزائر بالسرعة القصوى بما يخص مستوى رياضة الركبي مدام أنها تمكنت من تأهل للدورة العالمية للركبي بعد تحقيق تأهل تاريخي من زيمبابوي أقصى غرب القارة الإفريقية وشرفونا في البطولة الأخيرة. ولكن الاتفاقية الأخيرة لا تنص على ربما إمكانية إقامة مباراة ودية ما بين المنتخب الجزائري ونظيره الفرنسي، ولكن بالمقابل ستكون هناك ثلاثة محاور مهمة جدا وهي التكوين، المدربين، وتبادل الخبرات فيما بين الدولتين، بما أنه فرنسا أيضا باع طويل بالنسبة للركبي. هناك نعم. تصريحات مع المخرج بلال كراش حول هذه الاتفاقية بين الاتحاد الجزائري للرغبي ونظيره الفرنسي، نستمع إلى الرئيسين. Donc aujourd'hui nous recevons monsieur Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby qu'on connaît tous, même si des personnes connaissent pas un peu les règles du rugby et on le connaît par sa technicité, un grand technicien qui a popularisé le rugby au nord de la France, à Paris notamment, dans les années 97-98. Donc c'est un honneur pour nous de recevoir M. Laporte Bernard. Il faut savoir qu'il est là, c'est pas pour, entre guillemets, prendre des photos, voilà, c'est pas un coup de flash. C'est vraiment l'intérêt que la Fédération française de rugby porte à la Fédération algérienne pour tout le travail de combativité, de rigueur et d'abnégation qu'il y a eu sur le territoire national. Vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'abord parce que c'est la première fois que je viens en Algérie. Et puis je suis là, bien sûr, en tant que président de la Fédération française de rugby pour accompagner le rugby et la Fédération algérienne. Il y a beaucoup d'Algériens qui jouent dans nos clubs en France. Et quand je vois le potentiel, plus de 42 millions d'habitants, notre rôle, quand je dis notre rôle, c'est le rôle des nations majeures, c'est d'aider à faire en sorte que le rugby existe là où aujourd'hui il est mineur. On sait très bien qu'ici c'est le football qui est le sport roi, mais je suis convaincu que le rugby masculin et le rugby féminin ont sa place. أمين المنتخب الوطني الجزائري للجودو سيدات يدخل في تربص تحضيري بولاية المدية تحسبا للبطولة الإفريقية التي ستجرى بجنوب أفريقيا. نعم إن شاء الله سيكونون على قدر المسؤولية، ولو أنه صعبا نوعا ما بنظر لحالة الاتحادية التي تمر بها، ولكن في نهاية الأمر يبقى أنه الاتحاد الجزائري موفر كل الظروف لي بحسب الإمكانية اللي عنده. وما نتابع التقرير التالي الذي يسلط الضوء على تحضيرات الفتيات المنتخب الوطني للجيدو قبل موقعة جنوب أفريقيا.
في معسكر تحضيري تحسبا لدخول غمار البطولة الإفريقية المزمع إجراؤها بجنوب إفريقيا شهر أفريل الجاري، تتربص سيدات المنتخب الوطني للجيدو بولاية المديجة، والهدف واضح لرفيقات المصارعات أمينة بالقاضي، وهو مواصلة السيطرة على القارة السمراء رغم صعوبة المأمورية. رانا نديرو اون بون بريباراسيون، درنا ديجا دي بريباراسيون في ليترونجي، و نورمالمون بقى لنا هذايا لافون ديرني ستاج. انا تحضير البطوله الافريقيه اللي ماشي سهله هذا العام، المستوى راه عالي بزاف، وهذا العام هي ثاني اللي البطوله هذه المشاركه تاعها مهمه بزاف للتاهل اللي نجمعوا من طريقها النقاط. بعد أن كان التربص ما قبل الأخير مبرمجاً بمركز تحضير المواهب بسويدانية، اختار الطاقم الفني بقيادة المدرب عمر رباحي خيار التحضير بأعالي ولاية المديجة، برنامج مكثف على مدار 14 يوماً كان التركيز فيه منصباً على الجانب البدني. بالنسبة للالتيتود يعني اللي معروفة يعني في كل المجالات الرياضية، يعني قاعد يروحوا يحضروا في هذه اللي ياخذوها يعني بعين الاعتبار الارتفاع هذا، يعني باش يحضروا مليح ويكونوا بري ان شاء الله، سورتو سور لو بلون فيزيك يكونوا بري في لا كومبيتيسيون، وتعرف بلي جيدو يعني فيه لا كونديسيون فيزيك سي امبورطون. سبع مصارعات سيمثلن الجيدو الجزائري في جنوب إفريقيا جنبا إلى جنب مع المنتخب الوطني ذكور الذي يعسكر هو الآخر بولاية الشلف لتحصيل أكبر عدد من الميداليات والنقاط المؤهلة لألعاب طوكيو 2020 الأولمبية. أمين، رقم قياسي جزائري جديد في سباقات الخمسين متر سباحة على الصدر لجواد سيود في الحوض المغلوق بالعاصمة المجرية بودابست. تهانينا أولا للسباح جواد سيود، ونعطي الكلام مباشرة للمختص في السباحة اللي هو أمين بن عبد الرحمن. تفضلك الأخ أمين. هو السباح سيود ديجا قبل ما يحطم الرقم القياسي تاع 50 متر سباحة على الصدر كان كذلك حطم رقم قياسي في 200 متر سباحة فراشة بسوقيت قدره دقيقتين ثانية وبعض أجزاء من المئة. نظن باللي أن عودة السباح جواد في هذه السنة كانت جد قوية، وين كنا سجلنا الحضور تاعو القوي ونحقق أحسن برنامج في سباحة الفراشة في البطولة في بطولة كأس الجزائر اللي كنا أجريناها شهر سابق، وين كان هو العام اللي فات كان يحضر في البكالوريا وتعرفوا كامل الظروف تاع الدراسة. اليوم هو السباح تاع سباح جواد سيود اللي انتقل من الدوري الفرنسي اللي راهو ينشط الآليين ويدرب ويحضر البطولات والأهداف اللي راهو مسطرها في السنة القادمة. نظن باللي أنا جواد سيود راهو دار أحسن قرار له في حياته، خاصة في حياته الرياضية، وين أنه انتقل من الدوري الفرنسي للبطولة المجرية. شفنا الاحتكاك تاعو مع سباحين ذو مستوى عالي على غرار سباحة كاتينكا اللي راهو يتدرب معها، وين اليوم أنا نشوفها في مرتاحة، هي سباحة بطلة أولمبية بطلة عالمية معروفة في التخصص تاعها تاع الأربع أنواع، كذلك سباحة على الظهر. كما قلت لك كان أحسن القرار تاخذه السباح جواد سيود، وبطبيعة الحال الاتحادية دائما كمديرية فنية ولا كممثل عن المديرية الفنية دائما احنا رانا كاتحادية مع السباح واقفين معاه باش نسهلوا له كل الأمورات أنه يزيد يحقق أهداف أحسن منها. نعم، كنا نذكروا جواد، نذكروا كذلك مواهب أخرى، كان يوسف منصف بن عمان، كان عبد الله السباح، كثير من الأسماء أكيد التي أكيد برزت، أسماء شابة لديها مستقبل. والله غير بطبيعة الحال هو في بقدوم السيد كمال خمري اللي راه على رأس المديرية الفنية اللي كان بدأ يزاول المهام تاعو انطلاقا من الشهر الماضي. نظن باللي اليوم عدنا برنامج خاصة أنه يتكفل بهذه المواهب الشابة، باش على الأقل أننا سطلنا برنامج كيفاش نروحوا بهم ألعاب أولمبية 2020 وكذلك ألعاب أولمبية 2024 اللي يعتبر هدف قصير مدى وكذلك هدف بعيد المدى. نظن باللي خصصنا قائمة تخص ما بين 10 إلى 15 سباح هما من المواهب شابة، كامل من مواليد 97 وأقل من 97، أي استدير السن العمر السنوي تاعهم يتراوح ما بين 22 وأقل.
على غرار كل من السباح خندريش لونيز جواد سيود جاب الله اللي كان كذلك حطم رقم قياسي في 1500 متر في البطولة الإفريقية، كذلك سباح بالامان بوحميدي اللي هو بطل إفريقي في تخصص السباحة على الظهر. نظن باللي اليوم اتحادية وضعت برنامج تاعها وين رانا راحين نديروا برنامج تحضيري كذلك تربصات وكذلك دي ميتينغ انترناسيونو باش اننا نسمحوا لهذو السباحين يحققوا الحد الادنى تاعهم لاهلهم للبطوله العالميه ولما لا الالعاب الاولمبيه 2020 وكذلك انهم يقوموا بتحضيرات تاعهم على احسن ما يرام. نقولوا شويه الشهر كما سبق وذكرت شهر الفائت شهر مارس وين كانت كأس الجزائر للسباحة، شفنا مستوى لا بأس به قدموه السباحين الجزائريين في هذه الكأس الوطنية. إذن حتى ما بين المنافسة كانت متكافئة بين اتحاد العاصمة وكذلك المجمع البترولي. مستوى هذا المنافسة عندما نقارنها بالكأس الجمهورية للعام السابق، هو والله غير هذا النوع من المنافسات عنده طابع خاص. دائما نقولها ونزيد نعودها أن بطولة كأس الجزائر ما فيهاش ترتيب على حسب الميداليات وين راح يكون أحسن سباح على حسب برنامج، ثم دائما تبقى طبيعة المنافسة تأثر على المردود تاع السباحين ولا على نتائج المحققة. ولكن نقول بلي أن هذه الطبعة سجلت حضور قوي دائما، خاصة كيكونوا حضور سباحين النخبة الوطنية، ويكون شفنا حضور سباحة أمل مليح كذلك سباحة جواد سيود وكذلك سباحين اللي راهم ينشطوا هنا في الأندية الجزائرية. حقيقة هي المنافسة كانت جد 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 رائعة، وين كان فيها المستوى عالي، وين كنا شفنا أرقام خاصة عودة تاع السباح جواد سيود اللي كان حقق أحسن سباح في البرنامج تاع سباحة فرشة، وين كان نتألق وحقق نتائج لاباس بها. مزيان فقط استفسار أنه حتى نعطي معلومة أنه 18 سنة الرقم تاع هو صامد تاع غلاس سليماني هو واق يعني صامد من 2002 برسم البطولة الإفريقية. سؤال موجه للاثنين حسوا يعني مدير فني او حتى يعني رياضي، بالنسبه لي الاتحاد الجزائري للسباحه والاتحاد الجزائري للمصارعه مستفيدين من برنامج الاتفاقيه ما بين اللجنه الاولمبيه الجزائريه ونظيرتها المجريه، هل هناك استفاده وهل هناك تطبيق لهذه الاتفاقيه؟ نبدا معكم بعدين نتنقلوا مع المصارعه. هي بطبيعه الحال هو هنا يحسن كما يقول لك من حسن حظنا احنا كاتحاديه جزائريه للسباحه انه عندنا رئيس اتحاديه واللي هو يعتبر كذلك عضو على مستوى اللجنه الاولمبيه، استدير هذه الامور ما يكونش راح تخفى عليه. نظن باللي راهو كاين برنامج من خاصه في المستقبل اننا راح نكونوا نستفادوا من هذه الاتفاقيات اللي وقعتها اللجنه الاولمبيه الجزائريه كذلك مع نظيرتها المجاريه. لحد ساعه ما كانش فيه تربص معين ولا محدد قمنا به على مستوى، ولكن أنا نظن باللي تسهيلات اللي قدمت للسباح تدخل في هذا الإطار. بخصوص باش انتم لكم كالمصارعة، واحد يقول الحمد لله عندنا رئيس اتحادي أيضا عضو في اللجنة الأولمبية، عضو في اللجنة الأولمبية اللي مسهلنا أمور. هل هناك يعني برامج خاص لكم انتم كرياضيين باش تنقلوا للمجر اللي ربما احنا يعني المجر من العادات الاتحاد الجزائري نروحوا المجر قبل شوف البطوله الافريقيه كنا في المجر، بعدين نزلنا هنا الجزائر ريحنا اسبوع ماكسيموم عاودنا ولينا لابيلغاري لعبنا شوبينا دافريك، وحنا ان شاء الله مر فتره الراحه هذه نزيدوا نولوا المجر ان شاء الله تحضيرات، وفي المجر يعني مدرسه كبيره في المصارعه. نعم، وان شاء الله التحضير يبقى طويل ونطلبوا لهم واش الاتحاديات الوزاره الجنه الاولمبيه يزيدوا يدعموا الرياضيين اكثر، والرياضيات الفرديه يزيدوا يدعموها اكثر، والرياضيات الفرديه جامي خيبه الجزائر. صحيح. نبقى معك دائما بشير. لو تحدثنا عن المصارعه الجزائريه في اختصاص مصارعه رومانيه اغريقيه كذلك في الخارطة العالمية للمصارعة، أين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري والمصارعين الجزائريين؟ ونتحدث عليك أنت كذلك شخصيا في الترتيب ربما العام، أين تقع الجزائر؟ في دول كما شرق أوروبا دول الاتحاد السوفيتي سابقا هادو يعني في الطوب، هادو قادمين في الطوب. أما البلدان الأخرى راح تصيب رياضيين، فلي السبرياضيين تلقى ثلاثه فليكي اربعه فليكي بلي في الطوب. وكيفاش نقول الجزائر تتطور،
حنا كاتحاديه طورنا بزاف خير من اللي كنا، يعني العام اللي يجي خير من اللي خوه، وان شاء الله نزيدو نطولوا اكثر. الزميل امام المهني كان كذلك تحدث على الاحتكاك كذلك بالمستوى العالي. البرنامج تاع الاتحاديه ربما هل في الفتره هذه القادمه حيكون يعني برنامج مكثف حتى دي ستاج في مختلف يعني انحاء العالم؟ حيكون برنامج مكثف برنامج مكثف حتى لنهايه العاب طوكيو 2020، تكون تحضيرات، تكون دي تورنوا، يكونوا دي كومبيتيسيون. واش من الامور اللي اللي لحد الان مازال الاتحاديه ما قدرش يوفرها بصراحه يعني كتمثل روحك بالمستوى العالي، يعني كتقارن روحك بمصارعين تاع المستوى العالي، ما هي الامور يعني اللي تخصك كرياضي لبلوغ هذا المستوى؟ انا صراحه يعني بورصة انا نتمنى يعني من الوزاره والجنه الاولمبيه يعطوني بورصة نحضر بها في الخارج، يعني باش توصل للحلم الاولمبي ماهوش سهل. صحيح. اللي جوز اولمبيك راهم يعني حدث كبير وخطره، انها تكون خطره في 4 سنين هو حدث كبير. صحيح. وان شاء الله يعني الاتحاديه والوزاره واللجنه الاولمبيه يخزروا فينا ويعطونا. كذلك بشير امين، كذلك الاتحاد الجزائري نظم بطوله وطنيه ما بين الرابطات اللي تجري فعاليتها هذا الاسبوع، كيف هي يعني الامور التنظيميه وكذلك المستوى اللي وقفت عليه في الايام السابقه؟ والله غير هي البطوله الوطنيه ما بين الرابطات هي تعتبر كما يقول الهدف منها انها الاتحاديه راح تقيم العمل اللي قاموا به الرابطات من خلال هذه البطوله، خاصه في فئه الاصغر، وان هذه البطوله هي اللي كانت انطلقت الامس هي مختصه لفئه الاصغر اللي بنجاما. انا نظن باللي المستوى رانا شفنا حضور بعض السباحين، وين راح مديريه المواهب الشابه راح تقوم بالعمل تاعها، خاصه عمليه الانتقاء هذو المواهب الشابه، باش دائما قلنا نهضروا على التحضير تاع السباحين من اجل بلوغ مستوى عالي، من اجل ضمان سباحين اللي يخلفوا السباحين اللي قبلهم. نظن باللي المستوى الفني لهذه البطوله راهو لاباس به، تبقى دائما فئه اصغر عندها طابعها الخاص وعندها خصوصيتها. المستوى التنظيم نظن باللي المسبح كان في احسن حله، البطوله راهي تجري على احسن ما يرام، كل الظروف مهيئه وان شاء الله يكون فيها نتائج. وهو كذلك فقط سؤال بعجاله فقط، مادام تكلم مع الاتحاد الجزائري للمصارعه على بعض من الامور اللي مازال ناقصين فيها، انتم كاتحاد ايضا عارفين انه ما كاش مسبح، ما كاش ما يعني ما كاش سباحه، وبالتالي ما هي المشاكل اللي راكم تعانيوا منها امين بزاف؟ احنا والله غير شوف الحمد لله اليوم على مستوى المركبة، شوف اليوم على مستوى القطر الوطني كاين مسابح، كاين مسابح، كاين كما يقولوا لا لو تسمح لي لو تتكلم على العدد، لو كان شوف هي لو كان نوضح لك بعض النقطه وبعض النقاط. باللي لو كان ترجع 10 سنوات للوراء ما كانش عندنا مسابح بهذا العدد، ولكن اليوم هو نتكلموا على الاستغلال. احنا نعرفوا باللي انه سباح باش يروح للمستوى العالي لازم له على الاقل انه يمارس سباحه دو فوا بار جور، يدرب مرتين في النهار، وين راح يكون يتراوح مده تاع التدريب تاعو من 5 إلى 7 ساعات، وين راح يقدر يتوشي فوليوم كيلومتراج تاع 14-15 كيلومتر بار جور. نظن باللي انه السباح باش يقدر يكون الحاجه الاولى اللي نهضر عليها انه يقدر يتدرب. اليوم ما عندناش هذا الاستغلال الكافي ولا الاستغلال اللي يلبي حاجيات المستوى العالي. ربما هذا الاشكال اللي كان الاشكال هذا كان مطروح في الجمعيه العموميه الاخيره او اجتماع رابطات الولائيه مع الرئيس بوغادو، وتكلموا له على هذا النقطه اللي تشكل عائق خاصه في الولايات الداخليه. والله غير بطبيعه الحال احنا اليوم انا قلت لك اليوم كاين المسابح ولكن الاستغلال الامثل ما كانش. نظن باللي اليوم احنا كاتحاديه ولا ممثلين تاعنا الروابط اللي رامي مثل الاتحاديه على مختلف الولايات لازم يكون فيه باب حوار باش نضعوا حقا برنامج اللي يسطر بالتنسيق ما بين سواء مديريه الشباب والرياضه ولا دواوين مركبات متعدد الرياضات وكذلك الروابط المختصه في السباحه ولما لا جميع التخصصات، من اجل اعطاء برك الوقت الكافي للسباحه لانه هو يعتبر العنصر الاول. لازم وعندما تبدل القاعده تاع مسبح
مسبح جواري ومركب جواري، لازم يكون مخصص لهذه النخبة. أكيد أكيد. شوف، هو كي يكون عندك مسبح أكيد راح تكون الأولوية للتكوين وكذلك المستوى العالي، وبعدها في المرتبة الثانية راح يكون للممارسات العمومية لزابوني ولا الممارسات للترفيه ولا ما اللي عندهم بيزوان ميديكو. نعم، إذا إن شاء الله يعني يكون المستقبل تاع السباحة يكون في المستوى بهياكل وبنى تحتية خاصة بالمستوى العالي وبالأندية والفرق. إذن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة التي نقترحها عليكم في هذا العدد، وهي فقرة روبورتاج الأسبوع. فاصل ثم نعود. إذن فقرة روبورتاج الأسبوع خصصناها هذا العدد لرياضة جديدة في الجزائر، وهي رياضة برازيلية الأصل. يتعلق الأمر برياضة الجوجيتسو التي أصبحت محل شغف العديد من الشباب في مختلف أنحاء الوطن. احنا درنا روبورتاج في ولاية بشار للمراسل مصطفى عثماني. مشكور على المجهودات التي يقدمها في الأونة الأخيرة خاصة في القسم الرياضي وروبورتاجات الرياضية. إذا نتابع هذا الروبورتاج لمصطفى عثماني ولا نعود. تحظى رياضة الجوجيتسو بشعبية واسعة بولاية بشار خاصة لدى أوساط الشباب. نادي سبليت الذي يضم أكثر من 240 رياضيا يقدم لهؤلاء الشباب تدريبا مكثفا على مدار الأسبوع، وهي رياضة تجمع نزلات تنافسية بين لاعبين من الفئة الوزنية ذاتها. عندنا أكثر من 240 أطلس متساوي بولاية بشار قاعد يشاركوا، قاع عنده نيفو، قاع عنده إرادة باش يشاركوا في الرياضة هذه، النيفو نتاعها زاد، عندنا المستوى لا بأس به مليح. كل خطرة هاد الكلوب وهاد النادي يدير نتائج، كما عندنا هنايا عندنا دي زاتليت مصنفين 12 عالميا، حدين اللي شاركوا في البطولة العالمية تاع أبو ظبي وصلوا لكاردو فينال، وهذا كاع من مدينة بشار. كنا ولاية بشار وشرفنا الجزائر كومبليتمون، ماشي غير بشار وحدها. الحمد لله الشامبيونه هذه الجايه ولا اللي موراها ان شاء الله تكون. شباب يطمحون الى تطوير هذه الرياضه بولايه بشار، واملهم ان يلقوا المساعده الماديه من الجهات الوصيه للوصول الى المراتب العليا. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام هذا الروبورتاج الذي سلط الضوء على رياضة جديدة هي في الجزائر، رياضة الجوجيتسو. ربما بشير أنت مختص في الرياضات القتالية، مثل هذه الرياضات الجديدة لتدخل إلى الجزائر يعني هي فرصة للشباب لإعطاء يعني نفس جديد في الحياة اليومية والروتينية، وربما كذلك هي مشروع لمنتخب وطني مستقبلي. يعني هذه الرياضة تعرفها أنت بشير؟ يعني نسمع بها بصح ما جامي مارستها، بصح يعني هذا شيء جميل، شيء مليح للجزائر وشباب الجزائر أنه يمارسوا رياضة أحسن من شيء آخر. نعم، أمين كلمة على هذا الرياضة الجديدة رياضة الجوجيتسو. والله غير كي تشوف كما هكذا أنها رياضة جديدة ولحقت البشار، أنا نظن باللي حاجة تفرح، نتمنى لهم التوفيق. بالتوفيق. إذن إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج 100% رياضة. كلمة أخيرة أمين. والله غير نظن باللي الكلمة الأخيرة اللي نقدر نقولها سي كل يوم السباحة راهي حاضرة حاضرة، راه مثلت الجزائر أحسن تمثيل. إن شاء الله نوفقوا إن شاء الله في المهام تاعنا، سواء على مستوى التكوين ولا كذلك على مستوى حصد النتائج، وربي يوفقنا كامل إن شاء الله. البطل الجزائري السيد عزارة بشير، مشكور على كل ما قدمته في هذا البرنامج. كلمة أخيرة. شكرا، نشكركم على الدعوة مرة أخرى. إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم
يعطيكم الصحة. نعم أمين بالمهني، إذن شكرا لك على كل ما قدمته في هذا العدد، وكذلك بالتوفيق لك في الحوار الخاص الذي ستجريه حصريا لقناتي جزائر تي في وجزائر نيوز مع وزير الشباب والرياضة الجديد عبد الرؤوف برناو. شكرا نازيم، تحيتنا لضيوفنا الكرام، وفي الأخير نتمنى أن تكون الطريق سالكة لكل الاتحادات لموعد طوكيو 2020. وهو كذلك أمين بالمهني. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي 100% رياضة، نلقاكم في مواعيد مقبلة في أمان الله.